والفنادق بالاساس في صفاقس. كان هذا موضوع ندوه البارح دونك في تضمت في صفاقس معنا كي وقتكم سيد حمادي عبيد. معاش كانت مع فايز حمادي، صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. شكرا تفاعلك بارك معنا الله اليوم صباح. فيكم. شكرا صباح لك. الخير، صباح الخير كل المستمعين، صباح الخير لكل المستمعين، ورمضانكم مبروك، كل عام وانتم بخير يعيشك، واحنا على شكرا ذمتكم. لكم، الله مبروك. اجتماع البارح في صفاقس كان تحط الامور في اطارها، شكون اللي حضروا؟ اظن كان فما الدعوه توجهت ايضا للنواب، وكان بالاساس حول مشاغل القطاع السياحي وبالتحديد الفنادق. صحيح، شكرا، بارك الله فيكم. بقى الندوه نتاع البارحه اللي صارت هي قامت بها النواب، بالعكس النواب هم اللي قاموا بالشهداء ولمدوا النواب نتاع صفاقس كامله، وحاولوا باش يبسطوا المواضيع نتاع السياحه والفلاحه والصناعه، واكثر وبالاخص السياحه. عليها السياحه على خاطر في المده الاخيره وقعت شويه وقعت شويه ظروف اللي فما 4 ولا 5 نزل وقع اغلاقهم او جزء من اغلاقهم تاعهم. دونك احنا قال النواب تحركت النواب وقمنا قاموا بالندوه هذه باش ينبسطوا كل ما هو مشاكل، وفرضنا كل ما بسطنا كل ما هو مشاكل في يخص السياحه بالسقس. خاطر تعرف اللي السقس السياحه نتاعها هي سياحه أعمال، سياحة من كل ما هو معارض، سياحة ميس وسياحة سياحة ميديكال، دونك هي سياحة شاطئية. الشيء اللي يجعل انه النزول ما هيش كيف النزول الموجودة في الشاطئية، دونك هنحاولوا كيفاش النزول نخليهم على نطاق المعارض كل ما هو شيء من المعارض. الو الو واضح، لا نسمع فيك معك. بالنسبة لل خاطر بربي دونك التذكير فقط جوسي حمادي، بما انك قديش عدد الفنادق اليوم في صفاقس؟ باش نقول لك باش نصل، هذا فما عدد فندق في السقس وما حوالي 30 وحده فندقيه، حوالي 4000 سرير موجود في السقس، وفما عندنا بعض مطاعم سياحيه، وعندنا دونك الفنادق هذوما تو حاليا فما شويه المشاكل فيهم، خاطر هما مشاكل نتاع رخص نتاع بلديه ولا مشاكل نتاع رخص من السياحه، ولا هذا اللي خلانا اللي خلى الاشكاليه الكبيره هو فماش تناسق بين البلديه والسياحه، وهذا الشيء اللي خلى يا ما كيفاش تفسر المشاكل هذايا؟ معناتها شنو معناها فماش تنسيق؟ معناتها ما شنو هو ال شوف نعطيك حاجه بسيطه جدا. الانسان كيف مستثمر في السياحه في نزل يحب يقوم ب ملف باش يعمل نزل يصبه في وزاره السياحه، وزاره السياحه تطلب البلديه من عوام بلديه واحد من وزاره التجهيز باش يحضروا في الاجتماع باش يعطيوا الموافقه ولا عدم موافقه فيما يخص بدايه في احداث النزل. الاشكاليه هنا ما يحضروش، والسياحه تعطي الموافقه المبدئيه باش واحد يعمل نزل. بعد ما المستثمر يكمل النزل نتاعه تجي تدخل البلديه تقول باش تاخذ ركولمون، تقول لك ما عندكش ركولمون. دونك الشيء مش متناسق بالكل، عمر ما تلقى مش متناسق بين زوز ادارات ولا زوز بين زوز 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 وزارات، وهذا الشيء ينتج عليه ياسر مشاكل ياسر مشاكل. وهذا اللي وقعنا فيه في السقس، اللي وزاره التجهيز وزاره والبلديه مش موافقين مع وزاره السياحه، وقعدنا احنا في الوسط. هذا البارحه بسطناها باش نراو شو الحلول الحلول اللي لازم تصير.
واضح. باهي، بالنسبة للاجتماع بتاع البارح، شو أهم ما خرجتوا بيه؟ فمش معناتها حلول تقدموها باش تكونوا فورس دو بروبوزيسيون، معناتها هذا دوركم هو معناتها اليوم، لأنه هو توا اليوم أهم خرج هو أهم خرجنا بيه هو ال ال النواب النواب جدد أعطيناهم فكرة على مشاكلنا في السياحة، هما ياخذوها بعين الاعتبار ويقدموها ويحاولوا باش في أقرب الأجيال نلقاو حلول للشيء هذا الموجود توا. وحاجة خرق العادة، ومن ذا بينا ديما تصير الندوات بين أصحاب المستثمرين وأصحاب المستثمرين والنواب، وهذا البارح خرق العادة تعديت شيء من كانت إيجابيا 100%، وشكرا لهم. يعطيك الصحة ان توكا على التفاعل اللي معنا اليوم الصباح. شنو رسالتك للمسؤولين اللي يسمعوا فيك من المنبر هذا اليوم الصباح؟ المسؤولين هو تسهيل الإدارة. الإدارة عندهم صعيبة جدا كإدارة في بلدية سفاقس وإلا في وزارة السياحة في الديوان. يلزم يسهلوا المأمورية، يسهلوا للمستثمر، خاطر المستثمر إذا كان ما يسهلولوش راه مش يخرج، مش يبطل الاستثمار نتاعو. دونك ماذا بينا يسهلوا من ماهوش مش من يعملوا ليزون بيناتهم ويسهلوا الماموريه للمسافر، ما فما حتى شيء نصيب. هذا نطلبه منهم. رسالة واضحة أظن معناتها اليوم. نذكروا بالنسبة للتو المشاكل اللي صايرة، معناتها شنو باش يصير؟ هو فما قرارات يظهر لي معناتها باش تم تنفيذ، شنو معناتها ما لقيتوش على الأقل حلول وقتية؟ فماش حل معناتها؟ الوقتية مش موجودة، أما يلزم البلدية، ألو، يلزم البلدية تقعد مع الولاية ومع وزارة السياحة والمستثمر، يلزم نقعد ونلقاو حل، أما إذا كان كل واحد وحده ما نلقاوش حلول، خاطر المشاكل نتاع البلدية، المشاكل هي أكبر مشاكل مشاكل البلدية، خاطر تدخل في الآخر البلدية، ما تدخلش على الأول، تدخل في الآخر وفي الآخر ما نلقاوش حلول. فلذا يلزم السلطة توكا، والسلطة هي تلقى الحل. من يلزم حلول من حلول من لابد منها، خاطر الأربع نزول توكا مسكرين، من جزء منها مسكر اللي يخلي تعرف صفاقس ان قطاع مش كبير ياسر، قطاع تو طالع جديد للسياحة، ماذا بينا يلقاو حلول في أقرب الأجيال. شكرا لك، يعطيك الصحة. نتمناوها. اي شكرا لك، يعطيك الصحة على تفاعلك معنا اليوم الصباح سيد حمد عبد الذكر، رئيس الاتحاد الجوي للنزل، جمع الجوي للنزل بصفاقس. شكرا لك، تحية لك كل مستمعينا في صفاقس وكل المستثمرين في المجال السياحي. ماهوش ساهل كل مرة الفترة اللي يمروا بها، كل مرة شنو المشكل اللي يجي معناتها. بالتوفيق وتكال كل مستثمر ودايق بكم. نحكيو على الاستثمار كالعادة، برنامجكم اكسبريسو ديما نسلطوا الضوء على المستثمرين ومشاغل